النهاردة أي إنسان النهاردة إن وقف على باب الله لحظة قبل، يا رب. إن قال يا رب لحظة قبل، بس بشرط إن هو لما يرفع إيديه ربنا سبحانه وتعالى يرفع يديه إلى الله ببر، لا يرفع إلى الله يده بقطيعة رحم، ولا يرفع إلى الله يده بدعوة إثم، ولا بدعوة مشاحنة، ولا بدعوة بغضاء، ولا بدعوة كراهية. النهاردة وأنت ترى الحجاج وقد التفوا بالبياض، والجميل النهاردة إن السلطات لما سمحت ل60,000 حاج، فكل واحد من الحجاج دول بينوب عن 25,000 مسلم تقريبا. فتخيلي وانت بتشوف الحجاج دول التفوا بالبياض، ده عشان ربنا يديك رسالة أن الجميع واحد أمام الله، وأنك وأنت في بلدك لابد وأن يكون قلبك كثيابهم، وأن تكون نفوسنا كثيابهم. الآن لابد وأن نطرح العداوة، ولابد أن نطرح البغضاء، لابد أن نطرح الكراهية، نفكر في سلام، في سلام نفسي، في سلام مجتمعي، في سلام بيئي. لأن الحج يا ست دعاء بيعلمك السلام مع كل الكائنات. لما ربنا يحرم عليك الصيد، ويحرم عليك الاعتداء، ويحرم عليك حتى مجرد الشعرة تشيلها، يحرم عليك اعتداء على أي شيء. أنت تعيش في سلام وفي أمن وفي طمأنينة كاملة، فلا بد وأن تحيا بها الآن. كل إنسان النهاردة فضله 4 ساعات، مننا اللي صام ومننا اللي ما صامش. طبعا اللي صام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، يكفر سنة ماضية وسنة قابلة. طب الست اللي مش قادرة تصوم، كويس، ده جميل قوي. شوفي الجميل في الدين بتاعنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيجازينا على النية قبل العمل. ولذلك سيدنا الحبيب بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وإحنا عندنا مشكلة بقى في عقولنا، نسأل الله السلامة. تلاقي الست اليومين دول أو في العشر الأواخر من رمضان لو جالها عذر تبدأ تقول ربنا مش عايزني، ربنا أصوم مش راضي عليا. مين اللي قال لك؟ هو لو لم يرضى عنك ما وفقك للصيام. إنما سنة فائتة وسنة يعني لاحقة وسابقة، يعني ده اللي صام، انما اللي ما صامتش. ما انا لسه بقول لك، والله خدي نصيبك صبر. والله ماشي، ما احنا بنقول اهو خدي نصيبك صبر. حلوه. تاني والله بنقول اهو، الله سبحانه وتعالى يجزي بالنية قبل العمل. هو ربنا سبحانه وتعالى لما المريض اللي هو اقعده المرض الان عن الصيام، والصحيح اللي هو أقعده عذر شرعي عن الصيام، انت عارفة ربنا بيتعامل معنا ازاي؟ الله سبحانه وتعالى بيتعامل معنا ازاي؟ بيتعامل معنا لو محمد مثلا مريض السنة دي وما صامش، او دعاء عندها مشكلة السنة دي وما صامتش، ربنا سبحانه وتعالى بينظر الى السنوات الماضية وهو بها اعلم. ماذا كان يفعل محمد ودعاء؟ لا يا رب، ده كانوا مسارعين لهذا الأمر. فربنا سبحانه وتعالى يقول اكتبوا لهم الثواب كما هو. شوفي ده رحمة ربنا. صحيح. انت ما بتتعامليش مع محمد ودعاء، انت بتتعاملي مع رب رحيم غفور. ربنا قال لنا في القرآن كده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. انت بتتكلمي على الرب. حضرتك لما بتقفي وتقولي الله أكبر، أول شيء بتقوليه في الفتحة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. استشعري يعني كلمة الرحمن الرحيم يعني إيه. كلمة الرحمن دي مهمة جدا إن احنا نقف قصادها. كلمة الرحيم مهمة جدا إن انت تقف قصادها. علشان كده النهاردة درس للي ما صامش بقى، للي ما وفقش بعذر قهري أو بعذر شرعي. علشان كده دايما لما تلاقي واحد قاعد بيصلي وهو قاعد، اوعى تبكته ابدا. ده بص له كده، ربنا سبحانه وتعالى ما بيبصش للقعده دي، ده ربنا بيجيب له التاريخ الماضي من شبابه، كيف كان يفعل في شبابه، كيف كان يقدم على الله في شبابه. علشان كده بنقول لكل اخواننا اغتنم شبابك واياك وان تضيع شبابك. كان احد مشايخنا يقول لنا اللي يستطيع يحج وهو شاب فليفعل، وهو شاب فليفعل. فكنا نستغرب قوي يعني ليه. فلما شاءت إرادة الله وأن نكون من وفد الحجاج
واحنا شباب نخلص الحج عايزين ننام اسبوع، نقول سبحان الله العظيم، اما كيف الحال بالرجل الكبير؟ علشان كده كل انسان مننا سمعنا النهارده، كل واحد يغتنم شبابه، يغتنم شبابه في كثرة الصيام، يغتنم شبابه في كثرة القرآن، يغتنم شبابه في قيام ليل، يغتنم شبابه في صلاة السنن، يغتنم شبابه في نوافل. اوعى تستقل عمل، واوعى تستحقر عمل مهما كان فعلك مع الله. في مساعدة الناس في الشارع يغتنم شبابه في كل شيء، في كل شيء. لا تحقرن من المعروف شيئا.